اهلا بكم مشاهدينا الكرام وجوله جديده في عالم الصحافه المحليه والعربيه والعالميه الصادره صباح اليوم. ونبدا هذه الجوله من صحيفه الجمهوريه. الرئيس السيسي يتقدم الجنازه العسكريه للسيده جيهان السادات ويمنحها وسام الكمال واطلاق اسمها على محور الفردوس. الرئاسه نموذج للمراه المصريه في اصعب الظروف. السيده قرينه الرئيس مثال للمراه الوطنيه ضحت براحتها من اجل بلدها. من الأهرام، مصر ستحمي حقوقها وشعبها في مياه النيل بكل الوسائل. شكري، خطواتنا المقبلة تتوقف على ما سيقرره مجلس الأمن والأمم المتحدة، تؤكد دعمها لمسار يحقق الفائدة للجميع. وسط إجراءات احترازية مشددة، إطلاق ماراثون الثانوية العامة باللغة العربية للشعب العلمي اليوم. من صحيفة أخبار اليوم، بتكلفة استثمارية تقدر بنحو 7.5 مليار دولار، اتفاقيتان لإنشاء أكبر مجمع للبتروكيماويات بالعين السخنة. البنك الدولي يبحث تطبيق تجربة تطوير القرى في دول العالم. مجلس الوزراء وثيقة تأمين على المصريين بالخارج لا تشترط العودة للعلاج. نطلع من صحيفة المصري اليوم، التعليم العالي، مشاريع لتوليد الكهرباء الشمسية ودراسة لتصنيع الكواشف الطبية، بحث إنشاء محطات لتحلية المياه مع شركات عالمية. وزير الإنتاج الحربي، نستهدف توطين تصنيع المكونات والصحة، دعم التعاون الصحي مع جنوب السودان. نتحول للصحف العربية ونطالع من صحيفة الشرق الأوسط اللندنية، تسوية أمريكية روسية لتمديد المساعدات لسوريا، وقرار مجلس الأمن سيبقي معبرا واحدا مع تركيا، تلبية لدعوة الملك سلمان، سلطان عمان يزور السعودية الأحد. من الخليج الإماراتية، قوات الشرعية على بعد نحو كيلومترات قليلة من مركز البيضة، تظاهرات في جنوب العراق للمطالبة بتوفير الكهرباء، تظاهرات لتحديد المصير تعم المدن الليبية دعما للانتخابات، وروسيا تعلن استعدادها للتعاون مع كافة الأطراف الليبية. من القدس الفلسطينية، السعودية تعذر رؤية هلال شهر ذو الحجة وتحديد موعد عيد الأضحى. إصابة شاب بجروح خطيرة بمواجهات مع الاحتلال في بلدة سلوان، وأكثر من 400 إصابة خلال مواجهات مع الاحتلال في بيت وقصرة. المحكمة الجنائية الدولية تحاكم أول متهم بارتكاب جرائم حرب في دارفور. من صحيفة اللواء اللبنانية، السلطات اللبنانية تلعب بالنار، وباريس واشنطن لحكومة فورا بصلاحيات كاملة. البنتاغون لحزب الله تأثير كبير في لبنان. احتجاجات وقطع طرق في عدد من المناطق اللبنانية. خسائر في صفوف الحوثيين بعد استهداف التحالف لمواقع لهم في مأرب. أهلا بكم من جديد، وأبرز ما طلعتنا به الصحف العالمية، والبداية من صحيفة نيويورك تايمز الأمريكية. جو بايدن يصعد الضغط على نظيره الروسي فلاديمير بوتين، يطالبه بالتحرك ضد هجمات إلكترونية مصدرها روسيا. حركة طالبان تعلن سيطرتها على 85% من أراضي أفغانستان، والإرهاب المحتمل قد يزداد. من صحيفة الجارديان البريطانية، نطالع على الولايات المتحدة وروسيا تتفقان على مواصلة إدخال المساعدات لسوريا عبر تركيا لمدة عام. مجلس الأمن يمدد آلية إيصال المساعدات. بريطانيا تستعد لفتح أنشطتها وإلغاء غالبية القيود المرتبطة بفيروس كورونا، وسلطات كابول تستعد لإرسال قوات لاستعادة معبر إسلام قلعة. نقرأ من واشنطن بوست الأمريكية، أمريكا ترفض طلب هايتي بإرسال قوات بعد اغتيال الرئيس. جونسون يطالب الاتحاد الأوروبي بإجراء إصلاحات على اتفاق خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي. أمطار غزيرة على جنوب اليابان، وأوامر لأكثر من 120 ألفا بإجلاء مساكنهم. من صحيفة لوموند الفرنسية، مجموعة العشرين تتجه لإعطاء ضوء أخضر للاتفاق بشأن الضرائب على الشركات متعددة الجنسيات. انفجار في حديقة بشمال طهران دون وقوع إصابات. أنتوني بلينكين يبحث مع نظيره الباكستاني عملية السلام الأفغانية. الولايات المتحدة تستعد لموجة حارة جديدة. أهلا بكم من جديد، وأبرز التصريحات من صحيفة الجمهورية. مستشار الرئيس لشؤون الصحية دكتور عوض تاج الدين، تنسيق كامل بين الوزارات لتوفير الحماية الكاملة لصحة طلاب الثانوية العامة.
من الخليج الإماراتية الرئيس الأمريكي جو بايدن لابد من اتخاذ روسيا تدابير بحق مجموعات موجودة على أراضيها تمارس القرصنة. وول ستريت جورنال الأمريكي الرئيس الفرنسي ماكرون: فرنسا ستباشر إغلاق قواعدها في شمال مالي في النصف الثاني من عام 21. بعيدا عن السياسة، نطالع من الخليج الإماراتية: 90% من البريطانيين ينتظرون غزو الكائنات الفضائية، حيث أظهرت دراسة حديثة أجريت على نحو 2000 شخص في بريطانيا أن 60% من البريطانيين يؤمنون بوجود الكائنات الفضائية وأنها ستغزو الأرض يوما ما، إضافة إلى 80% ممن تم استطلاع آرائهم لديهم بالفعل خطط لمواجهة ذلك الموقف. من صحيفة الديلي ميل البريطانية نطالع: ضبط عناصر جمارك في الصين 2.2 طن من حراشف آكل النمل الحرشفي، وألقوا القبض على عصابة تهريب حيوانات برية مهددة بالانقراض، وتم تهريب حراشف حيوانات آكل النمل الحرشفي عبر الحدود مع فيتنام. وتعتبر هذه الحيوانات من بين أكثر الأنواع المهددة بالانقراض في العالم، وتستخدم حراشفها في الطب الصيني التقليدي لمعالجة أمراض مختلفة. ختاما نشكر لكم طيب المتابعة، تجدد اللقاء بإذن الله على رأس الساعة. إلى الملتقى من جديد.